يعني هاي المجموعة ممكن تفيد الطلاب والطالبات، وما الواحد إمكانيته على قد الحالة، يعني ما تجيب مضروب. يعني هنا يسوون 22,000 هاي المجموعة، يعني هو روتين راح يكون للبشرة روتين خفيف ويكون صحي ويكون ما يأذي البشرة ويكون مو ثقيل على البشرة. يعني غسول واحد يغسل بيه الصبح قبل لا يطلع للدوام، ومن يرجع همات يغسل بيه عادي مرة مرتين غسول. وإذا كان بهذا حليب الجمل غسول كلش حلو، ما أدري هو الجمل منين له حليب 24 ساعة بالصحراء وحلقة يابس. مرطب عد الحاجة من صنبل، هذا يناسب البشرة المختلطة والدهنية وجميع أنواع البشرة. الواقي كلش ضروري، واحد من يطلع للدوام يخلي واقي يحمي بشرته من أشعة الشمس ومن التراب من الغبار من كل شيء، حتى من الذبان. تعرف تمشي والذبان يرقعك بوجهك، حتى الواقي يحميك. هذا بسعر 22,000 ثلاث أشياء للولد وللبنات الطبيعية، تعطيك نضارة، تعطيك نعومة للبشرة، تحافظ على البشرة. يعني روتين ضروري ومطلوب جدا جدا. خذوهن ما تردون، هاي صورتهن، سكرنيهن.